أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: في قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين الحديث، نعم، ألا يفيد قوله وسنة الخلفاء الراشدين أنهم إذا عملوا كلهم عملا واحدا اتفقوا عليه؟ لا لا، ما يلزم هذا، ما يلزم هذا، من قال هذا؟ بل إذا عمله واحد منهم فهو من سنة الخلفاء الراشدين. إذا عمله علي آخر الخلفاء رضي الله عنه فإنه يكون من سنة الخلفاء الراشدين. نعم، أحسن الله إليك، انتهى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.